نسيم مثقف وأنيق وعنده سحر لا يقاوم. دون جوان خطف قلوب جيل الأبيض والأسود وقدر إنه يتجوز أرق واحدة في الجيل ده. اسمه الحقيقي إيهاب محمد نافع، اتولد يوم 1 سبتمبر سنة 1935 في حي الموسكي محافظة القاهرة. اتخرج من الكلية الجوية سنة 1955 وكان طيار مقاتل لفترة من عمره. وليه كمان حكايات عن أعمال بطولية ووطنية، لكن بتظل علاقته بالنجمة والفنانة ماجدة واحدة من أهم حكاياته. عن معرفته بماجدة الصباحي بتقول النجمة الكبيرة في مذكراتها إنها تعرفت على الطيار إيهاب نافع في حفل عملتها السفارة الروسية في القاهرة. وقتها كان إيهاب مصمم يوصلها بيتها على الرغم إن كان معها عربيتها. فضلوا يتكلموا هما في الطريق أكتر من 3 ساعات. حكى إيهاب لماجدة قصة حياته قد إيه هو معجب بيها. قالت ماجدة: كانت أول مرة حس إن قلبي بيدق ودقاته كانت بتهزني بقوة. وقالت ماجدة: بعد أيام قليلة جداً جه إيهاب وطلب إيدي للجواز من والدي. وكمان قالت إن إيهاب هو الحب الأول والأخير في حياتها. اتجوز إيهاب نافع من الفنانة ماجدة الصباحي سنة 1963 وأنجب منها بنته غادة. وأقنعت ماجدة إيهاب بأنه يدخل الوسط الفني، وفعلاً قدم أكتر من 20 فيلم، وكان من أهم أعماله زمن الممنوع، لصوص 5 نجوم، دموع صاحبة الجلالة، والنداها وشيء في حياتي. وبعد ما انفصلوا اتجوز هو 8 مرات، وما تعتبرش ماجدة الصباحي هي أشهر زوجاته لوحدها. ده كمان اتجوز من فالتراد بيتون، أرملة رجل المخابرات رفعت الجمال والمعروف باسم رأفت الهجان، وانفصل عنها بعد 7 سنوات من زواجهم. ورحل عن عالمنا دون جوان الأبيض والأسود إيهاب نافع يوم 29 أغسطس سنة 2006. يمكن ما سابش أعمال كتيرة، لكنه ساب حب كبير في قلوب كل اللي تابعوا أعماله.